السودان يرحب بقرار وقف تعليق العضوية ويؤكد التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي. اليوم بدء المناظرات التلفزيونية بين مرشح الرئاسة في تونس. وإيران تعلن بدء تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. البداية بتطورات الملف السوداني. مهمتنا حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. رحب السودان بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي برفع تعليق عضويته بالاتحاد الأفريقي، معربا عن شكره للاتحاد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت الخارجية السودانية التزام الخرطوم بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية. كان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد أكد رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد أن شكلت حكومة مدنية تقود البلاد، مؤكدا التزامه بدعم جهود السودان في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي. أكد رئيس الحكومة السودانية الجديد عبد الله حمدوك أن إيقاف الحرب وبناء السلام من أهم الأولويات حكومته خلال المرحلة الانتقالية. كما أشار حمدوك إلى أن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة جاء للحرص على تمثيل جميع السودانيين فيها. خطوة جديدة يتخذها السودان على طريق الاستقرار، فبعد تشكيل المجلس السيادي واتفاق الفرقاء على خطوات المرحلة الانتقالية جاء الدور على الحكومة التي ستقود البلاد في مرحلة وصفت بالأخطر في 30 عاما الأخيرة. 18 وزيرا بينهم 4 وجوه نسائية هم قوام حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، فيما لا تزال المشاورات مستمرة بشأن تسمية وزيري الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية. تظل أهم أولويات الفترة الانتقالية تتمثل بشكل عام يعني في إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، تحرير المجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني. أولويات الحكومة الجديدة حددها حمدوك، حيث أوضح أنها تتركز على تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن سياسة السودان الخارجية ستبنى على حماية مصالح جميع المواطنين. إننا نستقبل عهدا جديدا تستشرف فيه بلادنا عددا من البشريات والآمال العريضة لوطن عزيز آمن وعيش كريم، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها وتزعى لمزيد من تجويد الأداء والتميز المهني وتحصين القوات المسلحة والبعد بها عن الاستقطاب والعمل السياسي. وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن بلاده تستقبل عهدا جديدا تعمل فيه القوات المسلحة لتحصين قدراتها والبعد بها عن العمل السياسي. مرحلة جديدة يدخلها السودان وفق ترتيبات المرحلة الانتقالية التي نظمها اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مداهمة وتفجير 7 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. وقالت المديرية في بيان إن عملية استخبارية قد نجحت في تدمير الأوكار التي كانت تتخذها عناصر التنظيم الإرهابي أماكن للاختباء والتجهيز لتنفيذ العمليات الإرهابية. أعلنت الأمم المتحدة إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية. ويأوي مخيم الركبان حاليا نحو 15,000 نازح بعدما غادره 25,000 خلال الأشهر الماضية. وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات ستوزع في المخيم خلال الأيام الخمسة المقبلة، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي. استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر خلال اجتماع عقده بقصر قرطاج آخر الاستعدادات للجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الناصر أثنى على جهود أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية ترى نجاح العملية الاستباقية الأخيرة في منطقة حدرة في ولاية القصرين، والتي أدت إلى القضاء على 3 إرهابيين. تشهد تونس ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام نقاشا كبيرا بين المرشحين 26 للرئاسة في مبادرة غير مسبوقة. وجرى توزيع المرشحين 26 على مدار أمسيات على أن تستمر الأمسية الواحدة 2.5 ساعة. سيكون بين المرشحين المشاركين في المناظرة مساء اليوم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، إضافة إلى عبير موسى. سيكون هناك كرسي فارغ للمرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلق بتبييض الأموال. هذا وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تشكيل لجنة موسعة لمراقبة مصادر تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وذكرت الهيئة أن اللجنة الجديدة ستراقب الحسابات المصرفية للمرشحين وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، من بينها الترويج لخطابات تحث على الكراهية والتعصب والتمييز واستغلال دور العبادة في الدعاية. حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون إسرائيل من نتائج أي هجوم جديد على بلاده. وخلال استقباله يانكوفيتش منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، قال عون إن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيها سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي في باريس بين وزيرة الدفاع الفرنسية ونظيرها الأمريكي. تزداد وهي تستند قبل كل شيء على الثقة بين دولتين، الثقة التي تجمعنا. لدينا التقاءات كبيرة حيال التحديات التي نواجهها. بلدانا يشاركان بشكل قوي في حماية أمن
أوروبا عبر مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط وفي الساحل الأفريقي. وهنا أريد أن أشدد أمام الجميع وأن أشكركم أمام الجميع سيد مارك من أجل الدعم القوي الذي تقدمونه لقوة بركان في أفريقيا. أن الدعم الأمريكي أساسي وحيوي. لقد كان لي الفرصة أن أؤكد للسيد إسبر بأن التزامنا في الحلف الأطلسي التزام كامل، وأعتقد أننا سنؤكد ذلك كل يوم. أما فيما يتعلق بالمبادرات الأوروبية للدفاع التي تحدثنا عنها، فهي تجعل من الأوروبيين حلفاء قادرين أكثر من أي وقت مضى، وتعزز التحالف فيما بيننا. لقد تبادلنا أيضا بكل شفافية حول عدة أمور، لسيما الانفتاح الذي تمناه الرئيس الفرنسي إزاء روسيا عبر إعادة فتح حوار مع روسيا. وبالتالي تشاركنا أهداف الزيارة التي ستقوم بها مع جون إيف لودريان إلى موسكو. لقد أيضا تشاركنا الأفكار حول عدد من المخاوف المشتركة، لا سيما في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي. هناك مسائل كثيرة تحوم فوق رؤيتنا الاستراتيجية للعالم، وذكرنا بضرورة أن يحترم الجميع الحرية، حرية الملاحة. لقد تطرقنا أيضا إلى مسألة أمن الملاحة البحرية، لا سيما في الخليج. لقد أكدنا على هدفنا المشترك بتعزيز الأمن في هذه المنطقة، وأكدنا على مبادرات تم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة ومن قبل عدد من الدول الأوروبية من أجل تحسين وتعزيز وضع الأمن البحري ووضع الملاحة. أعتقد أن هذه المبادرات متكاملة ومنسقة الواحدة مع الأخرى. ومهما كان الأمر في النهاية، هذه المبادرات ستؤدي في النهاية إلى تعزيز الحوار مع إيران وأن تساهم في تخفيض مستوى التوترات. وهنا أيضا تحاورنا حول هذه المسائل بشكل مفتوح وصريح. إن تعزيز تعاوننا في كل المجالات كان موضوع تطرقنا إليه في محادثاتنا، إذ تحدثنا حول الإشكالية المتصاعدة في المجال السيبراني، في المجال الإلكتروني. وأنا أريد أن أقول باختصار بأن صداقتنا يا مارك لديها أيام جميلة أمامها، وأشكركم مجددا على هذه الزيارة، زيارة الصداقة التي قمت أنت بها إلى باريس، وأعرف أنك ستكون دائما مرحب بك. شكرا. شكرا جزيلا الوزيرة بارلي. يسرني أن أكون هنا في باريس في زيارتي الأولى بصفتي وزير للدفاع. أشكر استضافتكم لي واستمتعت كثيرا بنقاشاتنا هذا الصباح. الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تشارك الكثير من المصالح، بينما نواجه هذه البيئة الأمنية المتنامية في درجة تعقيدها. تنافس كبير على القوى هو الأولوية القصوى للولايات المتحدة، بينما نواجه التهديدات التي تواجه النظام الدولي. روسيا تستمر بترويج انعدام الاستقرار مع انتهاكها لنزاهة سيادة الأراضي لجيرانها، وتتدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى. انتشارها في الدول الأوروبية يقوض نزاهة تحالف حلم الشمال الأطلسي. يجب أن نقف في وجه الاعتداءات وأن نستجيب له عندما تدعو الضرورة. حلف الشمال الأطلسي مستعد في كافة أرجاء أوروبا، وأشكر قيادة أوروبا وإسهاماته الهامة للتحالف. كانوا عازمين جدا، وكما ناقشنا هذا الصباح من المهم جدا لكافة أعضاء حلف الشمال الأطلسي أن يلتزموا بالتزاماتهم فيما يخص حصصهم. عبرت اليوم عن مخاوفي عن الصين وسعي لها تحقيق النفوذي حول العالم وعبر أوروبا بأشكال عديدة يناقض مصالح دول أوروبا. في الشهر الماضي سافرت إلى منطقة الهندية وتحدثت مع حلفائنا حول مشاركة الصين في مباراة
الحزام والطريق ويؤثر على قراراتهم الأمنية، بينما يزداد اعتماد الدول على الصين في تجارتها فيكونوا خاضعين لأعمالها القسرية عندما يعملون خارج نطاق رغبات الصين. على كافة الدول أن تتخذ القرارات المناسبة فيما يخص علاقاتها مع الصين، ونحط الصين أن تتصرف بمسؤولية وأن تلتزم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر فرنسا على جهودها لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. إسهامات فرنسا الهامة لمكافحة المنظمة الإرهابية وجهودها لبناء قدرات القوات الأجنبية لها تأثير كبير جدا على تحقيق الاستقرار في أفريقيا، ما يدور في مصلحة أوروبا بشكل مباشر. ختاما أود أن أشكر الوزيرة بارلي على نقاشاتنا البناء هذا الصباح. الولايات المتحدة وفرنسا علاقتها هامة جدا للأمن الدولي، وشركتنا تبقى قوية. شركان الفرنسيون وفروا عملية إجلاء لجندي أمريكي في أفريقيا، وأشكركم على ذلك. أتطلع لشراكتنا باستمرار من مواجهة تحدياتنا المستقبلية. شكرا. السيد أسبر، أنا من الفيجارو. أمريكا في حرب في أفغانستان منذ العام 2001. سؤالا، ما هو تقييمكم للوضع حيال 18 من الحرب في أفغانستان؟ وثانيا، كيف ترون مستقبل السنوات الخمس المقبلة، مستقبل الوجود الأمريكي العسكري في أفغانستان، وأيضا وكيف ترون مستقبل النزاع في أفغانستان في بشكل عام؟ فيما يخص أفغانستان، السبب الرئيسي لذهابنا إلى أفغانستان في 2001 هو لضمان أن لا تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين أو يكون لديهم القدرة لمهاجمة الولايات المتحدة أو شركائنا. وأعتقد أن 18 سنة الماضية حققنا النجاح في هذا الخصوص. السؤال هو، ما هو السبيل المضي قدما وكيف نحقق ذلك بشكل مختلف مع المحافظة على حماية دولنا؟ من وجهة نظري والولايات المتحدة، الأسلوب الأمثل هو اتفاق سياسي، وهذا ما نعمل عليه عن كثب حاليا. وهذا لا يعني بأننا سنوافق بأي اتفاق، سنقبل بأي اتفاق، ولكن يجب أن يكون اتفاقا جيدا يضمن على الأقل أمن دولنا مستقبلا، ونكون مسار المستقبل أفضل للشعب الأفغاني مما كان عليه أو عليه والآن. أدريس علي من رويترز. الوزيرة بارلي، بعد أن تحدثت مع نظرائي، في استكمال نشرتنا، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده بدأت منذ أمس الجمعة في تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. أوضح كمالوندي في مؤتمر صحفي أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإيجاد توازن بين حقوقها والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق النووي. كما أكد كمالوندي أن طهران ستطور أجهزة طرد مركزي جديدة للأبحاث من أجل تلبية احتياجات البلاد، مشيرا إلى أنه ليس لدى إيران خطط للحد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول لمواقعها النووية، مؤكدا أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%. يأتي هذا فيما حذر البرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني من أي مفاوضات مع أمريكا خلال رحلته المقبلة. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار إيران بخفض التزاماتها الباردة في الاتفاق النووي أمرا مرفوضا، وطلب بومبيو الشركاء الأوروبيين بإنهاء ما وصفه الابتزاز النووي الإيراني، مشيرا إلى أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعف في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. ويزور وفد من وكالة الطاقة الذرية اليوم العاصمة الإيرانية طهران. وقال متحدث باسم الوكالة إن القائم بأعمال مدير الوكالة التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران،
على صعيد ذي صلة، أكدت المفوضية الأوروبية أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، معربا عن قلقها العميق من تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. ذكرت رئيسة وزراء الدنمارك متى فريدريكسون إن بلادها تجري محادثات مع دول أوروبية بشأن تشكيل قوة دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي أواخر يوليو الماضي رحبت الدنمارك بمقترح في هذا الشأن، وقالت إن القرار النهائي سيظل رهنا في البرلمان. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن أي شخص يقول إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان جاريا لم تكن متوجهة إلى سوريا فإنه يعيش في حالة إنكار. أضاف بولتون في تغريدة عبر تويتر تضمنت صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر الناقلة الإيرانية على بعد ميلين بحريين من ميناء طرطوس السوري أن بإمكان الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب على حد قوله. قال التلفزيون الإيراني إن قوات البحرية أوقفت سفينة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود، مؤكدا أنه تم اعتقال 12 شخصا على متنها من الجنسية الفلبينية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يستقيل من منصبه بعد فشله في الحصول على دعم عدد كاف من نواب مجلس العموم لإجراء الانتخابات المبكرة الشهر المقبل. وأضاف جونسون أنه سيذهب إلى بروكسل وسيتوصل الاتفاق ويضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر المقبل. هذا ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا الدعوة القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب تعليقه عمل البرلمان، وأكد قاضي المحكمة أنه ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه جونسون، وقرر جونسون استخدام صلاحيته في تعطيل المؤسسة التشريعية بعدما أخفق في الحصول على تأييد لخطته حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. واعتمد مجلس اللوردات البريطاني قانون تأجيل خروج بريطانيا أو خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تمرير قانون في مجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة. المزيد في هذا التقرير. هزيمة جديدة مني بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع تبني مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي مشروع قانون يهدف لمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. القانون الصادر من مجلس اللوردات ولم يتبقى إلى توقيع الملكة إليزابيث الثانية عليه ليدخل حيز التنفيذ، يجبر رئيس الوزراء البريطاني على طلب تأجيل بريكزيت من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 من أكتوبر المقبل. وفيما اتفقت أحزاب المعارضة في بريطانيا على رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، وتخطط حكومته لإجراء تصويت ثاني في البرلمان الاثنين المقبل قبيل تعليق أعماله، وذلك في محاولة منها لتمرير قرار إجراء الانتخابات. جونسون استبق جلسة الاثنين واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وزاد على الأمر بأنه لن يفكر في الاستقالة وسيذهب إلى بروكسل وسيتوصل لاتفاق وسيضمن خروج بلاده في الموعد المقرر. ومع تصاعد حدة الأزمة رجح رئيس الوزراء الفنلندي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي رجح خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. أما رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن الاتحاد مستعد لبريكزيت بلا صفقة،
فيما يعقد مفاوضون بريطانيون وأوروبيون جولة ثانية من المحادثات الفنية في بروكسل، وذلك بهدف كسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد. قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر في تقليص الحد الأقصى السنوي للاجئين في عام 2020، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبحثون في عدة خيارات، من بينها إنهاء برنامج اللاجئين بشكل فعلي أو تقليص الحد الأقصى بشكل كبير. وكانت إدارة ترامب قررت تقليص استقبال اللاجئين إلى 30,000 في 2019 من 45,000 في 2018. وسائل إعلام روسية إن حافلات يعتقد أنها تقل أسرى أوكرانيين وصلت إلى مطار فانكوفو في العاصمة الروسية موسكو في الوقت الذي تجرى فيه عملية كبيرة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. أوضحت وسائل إعلام أن طائرات تقل مسؤولين بالحكومة الأوكرانية وصلت في الوقت ذاته إلى نفس المطار. وكانت وكالة رويترز قالت في وقت سابق إن حافلتين غادرتا سجن ليفورتوفو في موسكو برفقة قوات من الشرطة. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا برئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى بامفيلوفا، وذلك لدعمها بعد تعرضها لهجوم من قبل مجهول. وتعرضت المسؤولة الروسية للسطو على منزلها من قبل مجهول اعتدى عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، وتجري الشرطة الآن عمليات بحث للقبض عليها. اتهم مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم والتعاون في أوروبا أو الأمن والتعاون في أوروبا الولايات المتحدة وألمانيا باستخدام مصادر المعلومات لديهما والقيام ببعض المحاولات الرامية إلى التدخل في شؤونها الداخلية أو شؤون روسيا الداخلية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها موسكو الشهر الماضي. وقال المندوب الروسي خلال اجتماع للمجلس الدائم التابع للمنظمة في فيينا إنه رغم حديث الغرب عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية فقد حاولت واشنطن وبرلين التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده خلال الاحتجاجات الأخيرة. بدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارة إلى مدغشقر ثاني محطة ضمن جولة الإفريقية التي تشمل أيضا موزمبيق وموريشيوس. وتهدف زيارة البابا للدول الثلاث إلى التشديد على المصالحة الأخوية وإحلال السلام في القارة السمراء. النشرة والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها.
السودان يرحب بقرار وقف تعليق العضوية ويؤكد التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي. اليوم بدء المناظرات التلفزيونية بين مرشح الرئاسة في تونس. وإيران تعلن بدء تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.